48 دقيقة في الشارع التونسي ووقية حلو جاي وجيت معانا إحسان اللي نقولولها صباح النور إحسان. صباح الخير لبنى. صباح الفل. وصفتنا لليوم اليوم باش نعملو تختلت بالشوكولاتة والفلفل الأحمر وبيمون. دونك الميلونج راهو بنين على الاخر ما نخافوش. كيفاش تو نحكي؟ وهو جوست فما شويه بيمون معناتها اللي احنا باش يذوب من بعد في الشوكولاته، دوك باش يعطي جوست نكهه هكا شويه. دايوغ فما معناتها الشوكولاته تتباع في الخارج ما نلقاوهاش فنيه، شوكولا نواغ وبيمون روج دونك بالفلفل الاحمر. دوك الميلونج هذايا راه ماهيش حاجه جديده، صف احنا ماناش متعودين بالميلونج هذايا ولا باش نخلطوا ونعملوا نكهات جدد. ميسيلش راهو ساعات الفو اوزي اون باتيسخي، راهي باتيسخي كيما الشيمي، راه بالحق كيما الشيمي نجمو نجربوا حاجات جدد ونكهه جديده. وانا ديما معناتها نحب هكا لي سافور يبداو شويه معناتها متنوعين بوغ هكا معناتها كي يبدا عندك ضيف معناتها باش تبهرهم شويه معناتها باش تستعمل حاجات. نبداو احسن بالمطعم باش تعطينا نكهه، باش تعطي نكهه بنينه، باش تعطي نكهه بنينه. خاطر شوكولا نوار ديجا احنا نعرفوا مطعمه بنين على الاخر، وكي تخلط فيه دونك شوكولا نوار ديجا يل سو ماغي مع برشا حاجات، يل سو ماغي مع لورانج معناتها مع البرتقال كي تخلطوا معناتها بالزيست نتاع لورانج ولا بالسيترون يعطي نكهه بنينه، كي تاكلوا بالبوفري ولا بالزوزه يعطي نكهه بنينه، معناتها كي تعملوا بحاجات اسيد والا زاده كيف كيف بالفرامبواز يعطي جو بنين، بالفريز كيف كيف، بالبيمون حاجه اخرى جديده ونكهه بنينه. دونك الغناش هي اللي باش تكون فيها دونك الديو هذايا خلينا نقول تاع الشوكولاته كحله والفلفل الاحمر دونك البيمون. دونك الوصفه هذه اللي احنا باش نعطيوها باش تعطي حسب التقريب ست عباد، معناها باش نعملوا سي تختولات صغار متوسطين، اما نجمو نعملوا معناتها تختولات تخت كبيره. انا جاوبتي بوغ معناها سي تختولات صغرونات على خاطر هكا حتى في المنظر باش تكون مزيانه شويه، وفي الديكوراسيون كيما قلنا احنا ديما اون بار سور لو كونسيبت نتاع الفخاز معناتها الجمعه هذيا، دونك باش نزينوها زاده بشويه فخاز. دونك التحضير نتاعها هذيا باش يشد حسب التقريب 30 دقيقه، التطييب 20 دقيقه، باش نخليوهم تبرد خاطر عندنا الكناش باش تشد حسب التقريب ساعه في الريفريجيراتور. دونك سينو ديفيكولتي سهله على الاخر ما فيها حتى صعوبات. والكو معناتها ماهيش غالي، ماهيش مكلفه معناتها جوست عندنا لو بري نتاع الشوكولاته اتسيتيرا. باهي نبداو عندنا معناتها دو زيتاب خليني نقول بوغ الوصفه هذيا. لي زانغريديون باش نلقاو الفيش نتاعنا كالعاده اللي متعودين يسمعوا فينا واللي قاعدين يخدموا والا يسوقوا، الفيش نتاعنا نتاع الغوسات باش نلقاوها في وسط الفيديو نتاعنا كي ديفيلي في الشان اكسبريس اف ام دونك على الشان يوتيوب. دونك عندنا الباتسا بلي. البات سابلي حاجتنا 250 غرام فارينه ونستعملوا شويه، انا حطيت 20 غرام هكاكا بور ايتالي لابات باش نحلوها. 125 غرام سكر سكر بودر، 125 غرام زبده دونك نجمو نخليو نستعملوا 20 شويه منهم معناتها للمول والا المول معناتها كان كاليتي نتاعو باهيه اون جينيرال ما يشدش البات خاطر ديجا الفارينه فيها ديجا الزبده دونك نورمالمون ما تشدش. حاجتنا بمغيرفه نتاع ماكله نتاع كاكاو مر شوكولاته اون بودغ، مش ديما نعاود نكرر راهي ماهيش الشوكولا اللي احنا نحطوها في الحليب، فما شوكولاته تستعمل للليجاتو للباتيسخي اللي هي تكون مره شوكولا اون بودغ مر. وحاجتنا بكعب عظم هذايا للبات سابلي اللي تكون بالشوكولاته دونك باش تعطي لونها هي ديجا باش يكون مستكحل شويه ماهيش بات سابلي بيضاء. باهي للغارنيتور اللي هي معناتها الكناش نتاعنا حاجتنا ب 400 غرام شوكولاته كحله دونك شوكولا شوكولا نواغ، 30 سنتيليتر كريم ليكيد اللي هو احنا نعرفوها معناتها يتباعوا هكا دبابز دونك كريم ليكيد، حاجتنا ب 70 غرام زبده، شطر مغيرفه نتاع قهوه، بيما دونك كيما قلنا فلفل احمر دونك كيما ريت راهو ماهوش برشا معناتها شطر مغيرفه دونك فلفل احمر اون بودغ. ونجمو نستعملو جوست رشه هكا شويه اون بانسي للديكوراسيون من الفوق خاطر احنا هذيا شطر مغيرفه ماكله باش نحطوها ماكله بلوتو شطر مغيرفه قهوه باش نحطوها في وسط الشوكولاته ونستعملو جوست اون بانسي بزوز صوابع نشدو شويه باش نعملو الديكوراسيون اللي من الفوق نزينو بها شويه باش تعطي منظر هكا شويه مستحمر في الديكوراسيون تاعو. وناخذو هذيا فاكولتاتيف حاجه زايده شويه كريبات فخاز للديكوراسيون باش ما تقعدش جوست تختلات
جاتو فوقها شوكولاته، نجم نستعملوا كعيبات فريز والا اللي عنده فرامبواز، هو تو وقت الفريز كما قلنا، جوست كعيبات صغار في كل معناتها ليميت اربعه يكفيو، معناتها في فوق كل تختلات باش ناخذوا كعيبه فريز باش نزينوا فيها تختلات نتاعنا من الفوق. دونك تحضير الوصفه اول حاجه باش نعملوا الباتسا بلي نتاعنا، دونك ناخذوا في ماعون اون فافويتي العظم، ناخذوا العظم مع السكر مع الكاكاو، دونك باش نركضوها مع بعضها باش يعطيونا ميلونج يكون اوموجين. من بعد باش نزيدوا عليه الفرينه دان سول كو، دونك باش نخدموا كلبات سابلي، ومن بعد باش نحطوا عليها دونك الزبده نتاعنا اللي تكون اون بوتي مورسو تكون طريه، نكونوا خرجناها من الريفريجيراتور، باش نخدموا البات نتاعنا بيدنا لين تعمل نعملوا اون بول نتاع البات اوموجين، وباش نحطوها في الريفريجيراتور تشد حسب التقريب سويعه من زمان، باش من بعد تشد روحها. تشد روحها من بعد كي باش نحلوها باش تكون البات سهله وتبدا الفورم نتاعها سورتو على لي بور باهي، خاطر اون جينيرال فما برشا عباد يعملوا البات ويخدموها ديريكتومون كي تحطها في الفور يهبطوا لي بور نتاعها دونك تولي ماهيش فريمون. هو لاستيوس سي كو تحطها تبرد باش بعد حتى كي تحطها اللي في فخوا حتى للحاجات المالحه حسنا اي بات اون جينيرال راهو يلزمك تخليها تبرد باش من بعد كي تحطها في الفور ديريكتومون معناتها تكون في جي تشد روحها، معناتها كي تحط من اكل كيما قلت لك راهو الباتيسري سي دو لا شيمي، معناتها ملي نحطوها من الريفريجيراتور ندخلوها من بعد في الفور اللي يكون ديجا سخن 160 درجه ديريكتومون باش تبدا تطيب من غير ما عندها لو طون باش تهبط سا فاس تهبط على الاجناب. فوالا دونك احنا دونك اونتخ طون باش نكونوا حضرنا الفور نتاعنا يسخن 160 درجه باش ناخذوا دونك لي مول نتاعنا باش نبداو نصنفوا لي بوتي ديسك نتاعنا باش نحطوهم في لي مول، ومعناتها بلوس كوم قلت لك تكون بردت البات باش تشد بالكدا على لي بور، بعد نعملوا هكا نقبوها شويه البات نتاعنا بفرشيطه هكاك معناتها ما تتنفخش البات نتاعنا باش نحطوها في الفو، وباش نحطوهم يتيبوا حسب تقريب 15 دقيقه. ما نحطوش على البات الحاجات نجم نجم نحطوا دي فروي ساك هذوك معناتها دي ليغوم ساك ولا اللي هو معناتها اللي عندنا في الدار باش ما تتنفخش. من جينيرال راهو كي نحطوا لاستوس نتاع تنقبها بالفرشيطه احنا اون جينيرال ما يصير لها حتى شيء، دونك لوجيك ما معناتها امورنا واضحه. حطوها تطيب 15 دقيقه دونك في الفور نتاع 160 درجه كيما نقولوا، معناتها هذايا نطيبوها ابلون تطيب في ساعه البات هذايا سابلي بالكاكاو دونك، ومن بعد نخرجوها نخليهم يبردوا. من بعد ناخذوا كسرونه كسخول نحطوا فيها دونك الكريم نتاعنا الكريم فريش نتاعنا، نحطوا دونك في وسطها البيمون نشطر من غير قهوه نتاع الفلفل الحار و اور دو فو اون فوا معناتها غليت سخنت نحيوها من الفو، نحطوا عليها لي بوتي مورسو نتاع الشوكولاته الكحله نتاعنا اللي باش نتحصلوا على اون بات تكون هكا رطبه واوموجين، وفي الاخر باش نزيدوا عليها لي بوتي مورسو نتاع الزبده ونخلطوها مليح ونحطوها دونك ريفريجيراتور تشد روحها شويه. دونك من بعد ما جوست شويه برك راهو تبرد شويه ما تبداش ليكيد، ناخذوا لي تختولات نتاعنا من بعد نحطوا فوقهم دونك الكناش هذايا دونك اللي تكون ما جمدتش راهو معناتها تكون بردت شويه اما موش جمدت معناها ما تكونش جامده، خاطر سينو من بعد ما نجموش نحطوها في الباركيت نتاعنا وما تعطيش منظر مزيان، دونك جوست تشد روحها شويه باش تكون معناتها هكا اونكتيوز الكريم كي كنا حاطينها في الريفريجيراتور. ناخذوا لي تارتوليت نتاعنا ونعبيو دونك لي باركيت نتاعنا، من بعد نحطوا ونزينوهم كيما قلنا بلي فريز او مومون دو سيرفير، احنا ماذا بينا معناتها نحطوهم في الريفريجيراتور من بعد لي تارتوليت نتاعنا اللي نكونوا زيناهم بالقناش يشدوا رواحهم، من بعد افون دو سيرفير دونك نخرجوها من الريفريجيراتور نقصوا كعيبه الفريز نزينوهم هكا معناتها سور لو كوتي ونعملوا اكل ضريبه فلفل احمر من الفوق. كان عندنا نعناع نجموا نزيدوا نحطوا وريقه نعناع ولا بازيليك معناتها حبق احنا وشنيا نحبوا نزينوا. فلفل احمر مش حار احسن؟ لا فلفل احمر هذايا بيكون بيما حار اي حار، خاطر فما فلفل احمر حار فما اللي مش حار. هذايا حار اما راهو باش نحطوا جوست شويه بركة لبنة ماهوش باش تعطي، راهو كي تحط الميلونج تاع حار وسكر راهي ماهوش باش يعطي حار برشا باش يعطي جوست هكا اون نقول اون بوتيت سونساسيون هكا نتاع موزوزه جوست شويه بركة، راهو ميلونج جديد على الاخر وبنين برشا دونك نكهه جديده وماهيش معناتها حاره دونك
دونك حاجه معناتها غيالمون بنينه الميلانج هذا التكستور باش تعطي مطعم بنين على الاخر. فوالا دونك بيان سور كي العاده نكونوا حاطين ابار اللي حاطينه هكا فلفل حار نحطوا برشا حب في الوصفه نتاعنا وندخل كوزينتنا كي العاده عاملين برشا جو برشا جو برشا كيف نكهه جديده نكهه جديده واللي جربها ماذا بيا يبارتاج معانا يعطينا اطار البحث نتاع الجانب نتاع المطبخ والحاجات الجديده اللي نجموا هكا نلقاوهم يتناغموا مع بعضهم. فوالا مشكورة جدا حسين، مشكورة جدا على كل الوصفات اللي تقدمهم لنا. تلقاو الوصفات الكل على قناة يوتيوب اكسبريس اف ام. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى نصف النهار، نذكركم اللي 71 7